جدا جدا لمحمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده بيوصل للكلين شيت رقم كام؟ رقم 9 في الدوري. 9 في 11 ماتش. طب السنه اللي فاتت كان عنده كام كلين شيت؟ 13. 13 في 23 مباراه، واحنا لسه في اول 11 مباراه. ايوه. يعني انت بتتكلم في ارتفاع رهيب في مستوى، في ارقام محمد الشناوي. يعني السنه اللي فاتت ارتفاع جيد في مستوى فريق. طبعا لا انا بتكلم تحديدا على الارقام بتاعت الشناوي اللي هي مثلا يعني انت بتتكلم السنه دي بالشناوي عامل 9 كلين شيت، 9 9 حافظ على نظافه الشباك وتسع مباريات. السنه اللي فاتت كلها على بعض 13 مباراه. انت لسه في بدايه، انت في ثلث الموسم. محمد الشناوي 9 مباريات باذن الله لو كمل على كده ممكن يعمل رقم قياسي في الحفاظ على نظافه الشباك. محمد الشناوي برضو ما هو لم يختبر النهارده، يعني ما انقص ولا انقاذ، ما جاتش عليه كور صعبه، ولكن الرقم ده مميز. بس هنديله نجم المباراه برضه. هندي طبعا، احنا هنا دورنا بالحق.